النهاردة فيه هدية من ربنا لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف هي ايه؟ يلا بينا. احنا كده وصلنا لأواخر السنة السادسة من النبوة، ووصلنا مع بعض امبارح ان الوضع صعب وقريش بتعند ومش سكت، وطرقات مكة دلوقتي ما فيهاش غير أصوات التعذيب وأهات الصحابة. في وسط الظلمة دي يريد الله جل جلاله أن شمس من شموس السماء تدخل الإسلام. هدية رسول الله، وهدية كبيرة جدا ومهمة قوي. عارفين هي إيه؟ إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب. حمزة هو أحد أعمام رسول الله. طب حمزة فين من اللي بيحصل كل ده؟ موجود، بس ما كانش شاغل باله خالص باللي بيحصل، وما كانش فارق معاه لا قريش ولا النبي. حمزة كان كل اهتماماته الصيد، يصطاد، يسهر مع اصحابه، وفي دنيا تانية خالص. بس لما ربنا يريد انه يهدي انسان بيهديه رغما عن انفه. اسم من اسماء الله الحسنى الهادي، ممكن يجيبك من اخر الدنيا ويحطك في مكان معين عشان تسمع عنه، او يجيبك بالصدفه تسمع عنه وعن رسوله الكريم. اطلب الهدايه من قلبك وادعي وربنا هيتقبل منك، فاستهدوني واهدكم. ايه حصل خلى حمزه يعلن اسلامه؟ في يوم النبي وهو عند الكعبه يجيله ابو جهل ويؤذيه ويسب النبي. مين شاف المنظر ده؟ بنت جاريه مسلمه بس كاتمه اسلامها، تنفعل وعايزه تدافع عن النبي ومش عارفه تعمل ايه. طلعت تجري في طرقات مكه تدور على اي حد يساعد النبي، ويشاء الله ان مين اللي تلاقيه في طريقها؟ حمزه الملقب باعز قريش، ولقب بعد الاسلام باسد الله وسيد الشهداء. الجاريه نادت عليه، قال لها ما بكي؟ ويحك، بتنادي عليا ليه؟ عايزه ايه؟ قالت له ايسب ابن اخيك من ابو جهل ويؤذيه وانت تصطاد؟ ملوش علاقه بالمواضيع، بس عنده رجوله. قال لها انت بتقولي ايه؟ قالت له ايوه، ابو جهل عمال يسب النبي، اما تستحي؟ حمزه اتغاظ جدا، ابن اخوه في الاخر بيتاذي، معاه القوس اللي بيصطاد بيه، اخذ القوس وجري على الحرم، دخل وهو رافع القوس. الناس كلها خافت واستغربت، وكله قاعد يوسع له ويمشي من قدامه، لحد ما وصل لابو جهل وساله بتأذي ابن اخويا وانا على دينه؟ هو لسه ما اسلمش، بس هي طلعت منه كده. سأله ابو جهل هو انت اسلمت يا حمزه؟ قال له ايوه، ومن يمنعني؟ وضرب حمزه ابو جهل ضربه جامده جدا بالقوس على راسه، وقال له بكل تحدي ردها لي لو استطعت. وطبعا ابو جهل يرد على مين ولا قدر يعمل حاجه، وقال لاصحابه اتركوه، لقد سببت ابن اخيه سبا قبيحا. مشي حمزه ورجع على بيته، وقف مع نفسه، وانا عملت ايه؟ بيحكي انه ليلتها ما نامش، قعد يفكر طول الليل. طب ارجع في كلامي واقول ان انا مش مسلم والله افضل مسلم وخلاص؟ اول ما طلع الصبح عليه وهو صاحي اصلا ما نامش، قرر يروح للنبي وقال له مش عارف اعمل ايه. ابتسم الحبيب لعمه حبيبه وقال له يا عمي هلا جلست احدثك، اقعد اتكلم معاك. وافق حمزه، والنبي عرض عليه الاسلام وعجبه جدا، والنبي قال له اتسلم يا عمي؟ قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر، أسلم حمزة. وبعد 3 أيام من إسلام حمزة، ربنا يرزق النبي بشمس جديدة تعتنق الإسلام، إسلام فاروق الأمة، عمر بن الخطاب. أسلم إزاي؟ هنعرف مع بعض. بس مبدئيا كده، عمر كان طويل جدا، قوي وعريض جميل، وكان أصلع. فعمر من هيبته تحس بالرهبة والهيبة والخوف، فالناس دايما كانت تقتصر الشر معاه وتبعد عن طريقه. بيقول سيدنا عمر إن اللي دخل الإسلام قلبه كلمات جارية كان بيضربها لأنها أسلمت، ويقول لها كفري بمحمد، فتقول له لا والله. قعد يضربها ويضربها لحد ما يتعب، فتقوم البنت قايله له ايه؟ يا عمر انظر كيف تعبك الله وقواني. عمر اتهز وابتدى يسال نفسه ازاي صح يا قويه كده، وازاي انا تعبت كده؟ وده كان اول شيء ياثر في عمر. هحكي لكم دلوقتي عن موقف جميل قوي. مره سيدنا عمر كان ماشي في طرقات مكه، ولقى ست بتجري وشايله شويه هدوم على كتفها كده، والهدوم عماله تقع منها، والست شكلها مفزوع قوي. وعمر يسالها الى اين يا امه الله؟ تقول له اهرب بديني منكم، عذبتمونا واذيتمونا وقهرتمونا. قال لها ما تعمليش كده، خليكي ربنا يحفظك. الست استغربت، مين اللي جايب الحنيه ده منين؟ سيدنا عمر دي جديده عليه. رجعت لجوزها وقالت له سيدنا عمر هيدخل الاسلام. ضحك وقال لها لما يسلم حماره، مش هيدخل الاسلام. كنايه ان الراجل شايف انه من رابع المستحيلات انه يدخل الاسلام سيدنا عمر. قالت له هتشوف. اسلام عمر في روايات كتير، هقول لكم الاشهر منها. بيحكي عمر انه كان بيشرب الخمر، وخرج لاصحابه عشان يقعدوا مع بعض ويشربوا مع بعض، بس ما لقاش اصحابه، فقال طيب هروح اطوف بالبيت، وفعلا راح علشان يطوف. النبي وقتها كان بيصلي قيام الليل، فقال لعمر اقعد واسمع اللي النبي بيقوله من غير ما يحس بوجودي اصلا. والنبي بيقرا قران ومش شايف سيدنا عمر. يشاء ربنا ان النبي وقتها بيقرا في سوره الحاقه، سوره رقيقه وجميله. عمر يعجبه القران ويركز في الايات، ويقول في نفسه والله ده شاعر، في نفسه من غير صوت. فيشاء ربنا ان الايه اللي هيقراها النبي دلوقتي تكون بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. عمر بيقول ارتعشت، ايه ده هو بيكلمني؟ انا قلت في سري. عمر في سره تاني قال اكيد ده كاهن. يرد النبي في صلاته بالايه اللي بعدها ولا بقول كاهن قليلا ما تتذكرون. فانتفضت وقلت في نفسي اذا ما هو؟ فيرد الحبيب صلى الله عليه وسلم الايه اللي بعدها تنزيل من رب العالمين
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يقول عمر: ارتجفت وجريت للبيت وقفلت الباب. شوفوا ربنا الهادي، إن أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. في نقطة مهمة هنا، أحياناً حد فينا بيكون رايح يعمل معصية وربنا يوقفها لك، يا ريت ما تحاولش تروح لها تاني، لعل ربنا عصمك منها زي ما عمل مع سيدنا عمر كده. سيبها ما دام ربنا سدلك الباب ده، ما تعنتش. عمر بيقول: ما نمتش وحسيت ان ربنا بيكلمني، ورق قلبه واعلن اسلامه. اما الروايه التانيه لاسلام سيدنا عمر هنعرفها سوا الحلقه الجايه.